وافق مجلس الأمة اليوم في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25% إلى نسبة 10%، وتعديل قانون التأمينات المتعلق بالاستبدال، حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية في مداولته الأولى. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عقب رفع الجلسة عن رفض المجلس من حيث المبدأ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن عدد من الاقتراحات النيابية. تم مناقشة تقارير التأمينات الاجتماعية، واعتقد كان في توافق على احد التقارير فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، وتم التصويت عليه كمداولة اولى مع بعض التعديلات التي ستكون موجودة بين المداولة الاولى والثانية، وكذلك التقرير الاخر فيما يخص الاستقطاع طلب الوزير مهلة وصوت عليه المجلس مداولته الاولى، ومن بين المداولتين ان شاء الله يكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة. وبعد ذلك لائحيا كما صوت المجلس على جدول المجلس تم الانتقال الى قانون العفو الشامل، وصوت المجلس بان يجب ان نبدي راينا في القوانين، وصوتنا على القوانين واحد وراء الثاني. كما تعلمون ان درجات التصويت ثلاث، تصويت من حيث المبدا في البدايه، ثم مداوله اولى اذا نجح، ثم مداوله اولى واذا نجح مداوله ثانيه، وسقطت جميع الاقتراحات من حيث الاقتراحات بقوانين من حيث المبدا. وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قال إن تعيين أعضاء الحكومة جاء متسقا ومتفقا مع نصوص الدستور. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن طريقة تعيين الوزراء، أكد سموه التزامه بنصوص الدستور، وذلك أمام الله وأمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأمام مجلس الأمة للتعاون من أجل خدمة البلد في كل المجالات. وفي مستهل الجلسة اليوم أدى كل من وزير المالية براك الشيطان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهما.